اسمها النفس الطويل دائما في المنافسات لا يملكها الا الابطال. من اللي لابس فشت الحين يا فهد بن معيان. دقيقة ما اسمح لك تدخل. مرحبا عز الله مقام تدخل. الله مبروك العودة. عزيز مبارك عمرك. مبروك العودة. الله يبارك فيك. سلم طال عمرك. السلام ورحمة الله. عز الله مقام. سلام نظر سلام نظر. انت طال عمرك. لا لا انا اذا شوف بعد ما اتمنى شيء مهم. كيف يدخل الفقرة؟ لا كيف يدخل؟ لا انا مبسوطة. لا لا انا مبسوط. لان مبسوط على اخويا يعني. مبسوط على اخويا. لا 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 مبسوط على اللي طلعوا. الان هم طالعين لابس البشت. سمعت؟ البشت مقطع بعد. سمعت وجاي يحتفل. اخويا اللي طالعين طز. حلوين. زين. هنا ما جت يعني انا سلمني. وضحت الحساسيه. لا لا امسك. هذا ما نتحدث عنه. صل على محمد. انهم يفرحون لخروج بعض. هذا ما نتحدث عنه. انهم يفرحون لخروج بعض. شيء ثاني نتمنى اشد العقوبات من تلك الدوسة. يا رجال عساك سالم. يلا ايش تبغى؟ ايش تبغى؟ شين اول شيء بقول انا كلمه. شين ما انت بقده يا فهد معيان. لا تجي صوبه. لا تجي صوبه. انا ماني بقده. شيء ما انت بقده. لا تجي صوبه. انا يا اخوي انا كم مره طالع عن طالع من اي هرم. انا كم مره اعلمك اذا انا طالع من هرم ترى الرجال طالع من شو اسمه خبرين اللي هناك فاهمين عرفتوا؟ يلا يلا طيب اقول لك شيء. على الوعد جيتكم يا مخلفين الوعود. على الوعد جيتكم يا مخلفين الوعود. جيتكم هادي هادي تفضل. اجبر الخاطر. اي اجبر الخاطر يا اخوي. اجبر الخواطر. اجبر الخواطر. ها قل لي ان فهد قايل لك جيب لي البشت. لا والله ها هو قال بيلبس على خروجي. يلا 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 يلا. طبعا انا اوعدك وعد يا فهد. وعد من سلطان. من سلطان. اسمع وعد. طيب وعد ها من سلطان اني لاجيبه لك. اني لاجيبه لك لسلمه تسليمه. وعد. أول مرة يضغطني متسابق. الله يرضى. يا إخواني أقسم بالله سويت كل الإمكانيات عشان أخرج. والله كل شيء أخطاء قبضته كل شيء كل شيء. طيب وعد وعد مني لسلم لك تسليمة الكيكة الأخيرة. أدعو أدعو إنه يخرج. الله يجعله. لكن لكن بإذن اللي ما تنام عينه. ليه يا شخص أنا؟ بإذن الله. يا أخي لا يا سلمان ملح. والفاشل هذا المومياء هذا فيهم والله ان شاء الله. لا 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 يعكس لا يعكس الاعضاء النفس. لا 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 انا ما اسمح لك. هذا الشخوصي حق بودي قفوطي. طلوع لا لا طلع يلا طلع يلا طلع نفق. له وجهه نظر فهد معيان. يا اخي وجهه نظره يا اخي محسوبه عليه ما هي محسوبه على الفقر. انا الفقره عندي نقاد كل واحد وجهه نظر. ليه يا اخي وجهه نظر هذه ما هي وجهه نظر. لا 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 ما هي وجهه نظر. شوف البشت اصلا ندري منين جايب هذا البشت. انا اتمنى حتى يتم عليه خصم قوي هذه بالربع على تعدي على الفقره اقلها خلف الباب. شوف شوف انا عندي رساله. انا عندي رساله. انا اقول انه ما هي وجهه نظر هذه ولا هي لا هي هذه هذه شخص. لا لا تعدي على الفقره. لا لا يا اخي خل هادي. انا اسولفك عن فهد. فهد ليش شخصا يعني؟ يا اخي انا عندي وجهه نظر. انا عندي وجهه نظر. اتمنى نطالب نطالب وطالب باسمي وباسم فقره فلاش باك وباسم كل انسان مع صبر ومع كبت. نعم الام هادي بالربعه اوقف الدعاء زر الدعاء وقف. ما نحتاج اي دعاء الفتره الجايه لين يطلع باذن الله تعالى. نرجوك رجاء خاص وقف الدعاء باذن الله تعالى. اذا وقفت ام هذا واضح انها تدعي. ام هادي تدعي دعاء مخيف يا اخي. ما يخرج ما يدخل بمشكلة لو يخرج. لا مو منطقية. ما يصير يا اخي والله ما يصح. يا ولد هو قول له يعني يا ليت الحظ السيء اللي مع الفاشل سعود الحوشان مع هذه الربعة كان خلاص من اوله.